من بطولة الصداقة بالتأكيد اليوم المنتخب السوري والبعثة السورية وصلت إلى البصرة استعدادا للبطولة الودية الدولية بطولة الصداقة. خلينا نشاهد هذه اللقطات مع الاستطلاع. أنا سعيد جدا بوجودي مرة ثانية هون، طبعا هذا مو غريب علي وجودي بالعراق، أنا يعني استمتع ما بحس بأي غربة عندما تواجد بالعراق، طبعا وهذا شعور الجميع هون. ما في شك انه البطولة مهمة جدا بالنسبة لنا حاليا، نحن بطور إعادة بناء المنتخب الوطني. أتمنى انه تكون يوم دورة الصداقة هي صارت عنوان بين الشعب العربي والشعب السوري، وأتمنى الاستمرارية دائما لها، لأنه هي بتعطي دائما مزيد من التفاهم، مزيد من التألق، مزيد من الانسجام بين البلدين. احنا اليوم للمرة الثانية في بطولة الصداقة الدولية، هذا الشيء يسعدنا نحن كلاعبين، خصوصا انه البطولة تقام في بلدنا العراق. اكيد يعني كل مرة بيستقبلنا الشعب العراقي بيكون احسن استقبال، بنتشكر على الاستقبال. ومدينة البصرة الغالية على قلبي اكيد، يعني مضيت فيها سنتين وكل ناسها وكل الأماكن فيها كلها غالية علي. ونشاهد أول وحدة تدريبية للمنتخب السوري على المدينة الرياضية ولا نعود. ونبقى